أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم. هذا جدل اللقاء تاني في 6 على 6، أول برنامج بصريات في مصر، ولقاءنا على طول كل خميس في نفس الميعاد. الحقيقة اللقاء النهاردة متميز جدا، لأن مع شركة متميزة في مصر، شركة الرؤية، لصاحبها أستاذ نصر مطر، قامة وعلامة لينا كبيرة جدا في عالم البصريات. والجدير كمان والأقوى كمان في الشركة أن المسؤول عن التسويق، ومعانا النهاردة أستاذ عبد الفتاح النمر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا شرفتنا فيك، شرفت بيك جدا. الحقيقة النهاردة مفاجأتين، يعني أستاذ نصر شركة الرؤية، وفي نفس الوقت أستاذ عبد الفتاح، وحضرتك طبعا قامة لينا احنا برضو كلنا في المجال. يعني فخلينا في البداية بس نعرف شركة الرؤية. شركة الرؤية هي بدأت حوالي من 15 سنة 17 سنة يعني في الخليج، تمام؟ وبدأنا نشتغل هناك وننتشر هناك بالماركات بتاعتنا. احنا مش معانا ماركة واحدة ولا اتنين، 5 ماركات. أول ما نزلنا مصر نزلنا حبينا ننزل بأقوى واحدة فيهم، السيلفر. يعني البداية نفسها كانت بره مجال. احنا نجحنا جدا في الخليج، فعشان كده بدأنا ننزل مصر تاني، لأن احنا كان عندنا مشكلة إن احنا ناخد الجودة اللي احنا عايزين نوصلها للعميل المصري بسعر كويس، مع ان احنا ناخد الفخامه بتاعت المنتج اللي بيروح للخليج. هي دي المعادله اللي انا كنت بحاول دايما اسال نفسي، انا هقدم ايه جديد لما ادخل في سوق الهول سيل؟ يعني انا هقدم ايه جديد، انا هعمل ايه جديد؟ فحسيت ان انا هنا لازم اجمع واغير كمان الطابع بتاع المنتج بتاعنا كفاشون في الخليج. انت عارف هناك بيمتازوا بالكلاسيك شويه، تمام؟ بالظبط. هنا لازم احط الموضه، احط الفاشن، احط الكواليتي بتاعنا. فكان ده امر ان انت تعمل التوليفه دي مش سهل، بالذات كمان ان انت داخل وسط اسامي كبيره بتحط نفسك في السوق، انت هتاخد شريحه منه. طيب، فلازم تحقق الربحيه. هنا بقى بتيجي نقطه اداره البراند، ازاي ان انت تعمل انتشار البراند بتاعك، ازاي ان انت تعمل له اسم. بيجي هنا ان انت بتحدد الفئة السعرية اللي ممكن تشتغل فيها، بحيث ان هي تبقى مع العميل بتاعنا متناولة بيه، وفي نفس الوقت بتحقق له حتة الجودة اللي هو عايزها. في توازن ما بين السعر وما بين الجودة نفسها، لازم احافظ على ده. هو ده الهدف. ما هو انا ما اجيبش منتج رديء على حساب السعر، يبقى انا كده ما بقدمش فايدة. بالظبط. وابقى كده بعمل زي غيري. لا، لازم انا اكون مختلف في اي حاجه انا بعملها. دي كانت بدايه الرؤيه نفسها للشركه نفسها، اول ما ابتدت ان هي تنزل هنا مع استاذ نصر. إن شاء الله. طبعا استاذ نصر الناس هو اللي عمل الماركه اسم اصلا، خلانا هنا بسهوله ندخل. لان انت عارف معظم اصحاب المحلات اللي بيبقوا موجودين في مصر اساسا شغالين في الخارج، في الخليج. تمام، بالظبط. فانت بتنزل هنا هو عارف الاسم اوريدي، فبتبقى الامور بالنسبه لك هو مجهود عمله، احنا كملنا يعني. اوكي، نزلنا بقى، ابتدينا اول براند نزلنا بيه اللي هو سيلفر. مظبوط. طيب ايه الميزه بتاعت سيلفر نفسه؟ هي اولا ماركه ايه؟ تركي. مظبوط. طيب. انا حبيت ان احنا ندخل في شريحه وفي ملعب ما فيهوش ناس كتير لعبوا فيه. في ناس موجودين، انا بحب العب في ملعب، ما بحبش العب في ملعب فيه ناس كتير. تمام. اللي هيدخل وسط ناس كتير لازم هينضرب. صح. لازم لازم يطلع في بوكس، في تميز كده. في حاجه، لا، انا بحب العب في ملعب جديد بافكار جديده، بان انا احقق البنفيتس اللي هيرجع للعميل بتاعي. انا بدور على العميل بتاعي، مع صاحب المحل. هو النهارده يفضل مستمر معايا ليه؟ لازم احط نفسي انا مكانه. والعميل كمان اللي بيشتري منه النضاره هيشتري الاسم بتاعي، لازم انا احط نفسي مكانه. براند سيلفر، الحمد لله النهارده احنا بنسابق الزمن في الكوليكشنات. يعني ان هو احنا باستمرار بنجيب الجديد، لان احنا بنشتغل معاهم من سنين في الخليج، فكانت بتدينا الاولويه ان احنا دايما نجيب الجديد. تمام. فهنا كانت نقطه التميز بتاعتنا، ان احنا دايما نجيب الموديلات الجديده، تمام، نبحث عنها بحيث ان احنا البراند بتاعنا يفضل باستمرار متحدث. دي كانت نقطه قوه. الكوليكشن نفسه التغيرات فيه بتبقى اسرع، ممكن نقول من التوقيتات كمان، وكمان من براندات تانية. هل بيبقى في اشكال اسرع فيها بتنزل على طول؟ طبعا. بس الحمد لله احنا كنا غيرنا الموضوع في التركي خالص، يعني حبينا ان احنا نروح بشكل تاني، وكنا من اوائل الناس اللي عملت كده. تمام، الحمد لله.
ميزه السيلفر يعني انا حتى بصيت على البراندات نفسها معظمها كلها مياله للكلاسيك اكتر. احنا خدنا الفخامه بتاعت الخليج انت فاهم ودخلنا برضو في الفاشون، فيها فاشون كتير تمام. ما هو انت عشان تنقل حاجه ما تقدرش تنقلها مره واحده تمام. الفاشون معانا بقى بس بطريقه مبتكره فعلا جديد هو ده اللي احنا حريصين عليه. حتى مع الشغل مع العملاء بتاعتنا كنا بنحاول دايما نحط نفسنا مكانهم، نتابع السحب بتاعهم، نتابع النجاح بتاعهم. انا دايما بعتبر نفسي شريك نجاح معاه جوه المحل بتاعهم. اللي عاجبني يا استاذ عبد الفتاح طبعا انت حضرتك يعني قامه في المجال معانا يعني، فكون اللي حضرتك تمسك مدير تسويق فانا بعتبر كل الاحترام لحضرتك يعني بعتبر مدير التسويق ده يعتبر الخريطه او الجوجل للسوق المصري عموما عندنا. فانت شايف حضرتك ايه اللي بينقص السوق المصري بالنسبه للبراند بتاعنا احنا بتاع اللي احنا شغالين فيه؟ هل في اقبال عليه او في حاجه يعني ناقصه بالنسبه اللي بيوصل خدمه؟ طيب بص، هي عشان انت توصل احسن خدمه لازم ما تخافش تمام، والمخاوف دي ليها علاج تمام. ايه هو العلاج بتاعها؟ ان انت تعمل لها قواعد. لما تحول المخاوف لقواعد بتروح المخاوف. بمعنى ايه؟ هفهمها لك. انا راكب عربيتي حطيت قاعده لنفسي دايما ان انا يبقى معايا شركه بنزين في عربيتي مثلا، مثلا بدي مثال. خلاص انا قتلت الخوف ده، تانكي موجود، عدادي موجود، معايا شركه بنزين، خلاص انا مش هخاف. قاعده، اصحى الصبح اشوف شغلي، اعمل شغلي مظبوط بالشروط الصح، قواعد تمام. دايما لما تسمع مبررات في اي شغل او في اي براند او في اي عمل، شغلنا زي اي شغلانه، اعرف ان مفيش نظام. مبررات يبقى مفيش نظام. انا ده منعته، ما عنديش حاجه اسمها مبررات. عشان كده انا حتى لما بنقدم منتج بتاع سيلفر، المنتج حقق جوده عاليه جدا لدرجه ان احنا ما احتاجناش بعد كده ان احنا بس بنقول ان الجديد جه بس فقط لا غير. فقط لا غير ده اللي احنا ما بننشرش كتير. ليه؟ او خلاص العميل بتاعنا بقى بيطلبه، فبدل بقى بينطلب يبقى احنا كده وصلنا لمرحله ان احنا ناخد شريحه كويسه من السوق. علم الاداره مش ان انت تحقق مكسب، البيع هو اللي بيحقق مكسب. ازاي؟ بيع التكلفه ناقص سعر بيع المكسب. مظبوط. لكن الاداره بتعظم الربحيه. ازاي انا اخلي صاحب المحل او العميل اللي بيتعامل معايا او صاحب الشركه اللي بيتعامل معايا اعظم له ربحيته تمام. فندخل هنا بعد تعظيم الربحيه النمو، يبقى معاك ثبات، يبقى معاك استقرار. خلاص انا شغال معاك سنين بقى، انت معايا، انا بستفاد من انت دماغك فايداني. هو ده اللي انا عايز اوصل له، بقى في قاعده ثابته خلاص. برافو دلوقتي. برافو عليك. مظبوط. ودايما المشكله مش ان الخطا يحدث تمام، المشكله ان الخطا ما يحدثش تاني. يعني اي عمل لازم تراقب دايما اخطائك فيه، حتى لو ما حدش ما بيخطاش لازم تراقب اخطائك فيه عشان تتعلم منها وما تكررش تاني. تمام. بص يعني في اسئله كتير النهارده، انا عايز اسالها اطلع من البراند شويه عشان استفاد من حضرتك في نقطه. السوق المصري مفتوح يعني في براندات كتير، في كوليكشن جديد بينزل. النقطه اللي انا عايز اوصلها لحضرتك، ازاي اقدر اخلي انا كراجل اخصائي تمام اوفق ما بين احتياجات العميل نفسها وما بين اقدم الكوليكشن والخدمه اللي هي المظبوطه بالنسبه لي؟ فالفكره ايه اللي حضرتك بتقوله للاخصائي نفسه، الراجل اللي هو بيقدم الخدمه، النصيحه اللي بتقدمها له جنب البراند؟ بص دايما لما تتكلم اعمل حسابك دايما اول حد هيسمعك هو ربنا، فلازم تبقى صادق. فانت لما الصدق في الكلام مش بيتشاف، بيتحس صح؟ طيب لازم تؤمن بالعمل اللي انت بتعمله، ان انت حبه مش بتشتغله عشان تكسب منه بس. طيب لما هتحبه فانت هتحاول تفهمه كويس قوي، فهتحط دماغك في الخامات، فهتعرف الخامات كويسه وانت بتشتريها، فهتعرف البراند قيمته ايه واللي انت اللي في ايدك هتقدر تقيمه. طيب ده يجي كده ولا لازم ان انت تبدا تتعلم وتبدا تراقب الجديد ايه اللي بيحصل من حواليك؟ ما انت لازم تعرف اللي حواليك، ولا انت هتفضل ماشي في خط الناس ماشيه في خطوط كتير بتتطور وانت مش حاسس؟ بالظبط. ده اللي انا عايز اوصله لحضرتك، ان هو فكره مش فكره اللي انا بقدم اي خدمه وخلاص او اي منتج وخلاص، لازم ابقى فاهم الحاجه اللي انا بقدمها، وفي متابعه اكيد من حضرتك من الشركه نفسها. انا لازم العميل الانتيزر يكون
عارف كويس قوي ان انا بتعب عشان اجيب له الحاجه الكويسه. تمام؟ مش صاحب المحل، صاحب المحل هيعرف ده لما يلاقي الحاجه بتيجي بتنطلب بتتباع هو مش عارف الاستخدام بتاعها. انا بفرح لما بلاقي معظم اصحاب الشركات اللي انا الحمد لله بنورد لهم شغل بيلبسوا نظاراتنا الحمد لله. انا بفرح لما بدخل الاقي ده. تمام. ليه؟ ما حدش هيلبس حاجه مش عاجباه. صح؟ اكيد بتبقى شكله طيب خلينا في براند سيلفر. الميزه بقى الكواليتي بتاعه نفسه، الخامه نفسها. شوف احنا بنجيب خامه الاستيت وبنجيب خامه التي ار وبنجيب خامه المعدن. تمام. حتى السبائك المعدن اللي احنا بنشتغل منها من ارقى، يعني انا مش عايز ادخل في تفاصيل كيميائيه يعني عشان تبقى الامور واضحه، بس احنا فعلا بنجيب ارقى حاجه وده ما بيجيش منه مشاكل. تمام. انت بتعرف انت ماشي صح؟ بص وانت ماشي بعربيتك ايه اللي بيخليك تطمن ان العربيه كويسه؟ ايه؟ ما فيش اي مشكله، ما فيش صوت، ما فيش يعني لا. العربيه ماشي مستريح. العدادات. العدادات انت كاشف العدادات قدامك، شايف الحراره، شايف الميه، شايف البنزين، شايف سرعتك. اعمل لنفسك عدادات. شايف نفسك طالع ولا لا؟ تمام. تمام. لو انت خبيت العدادات دي كلها هتمشي ازاي؟ في ضمان نازل للبراند نفسه؟ طبعا بيبقى في ضمان. تمام. موجود، بتبقى بقى الخدمه نفسها موجوده في المحل، اي مشكله هم خلاص الناس لمست ده يعني العملاء بتاعتنا تقدر انت تسال. ايوه الحمد لله يعني احنا افضل ناس في الحته دي. طيب ايه النصيحه اللي حضرتك تقدمها للعميل نفسه للمواطن المصري؟ الكواليتي مهم، انت هتفرق معاك قوي، انت هتحس بده. حتى صاحب المحل دايما او صاحب الشركه انا دايما بقول له اشتغل في البراند، اشتغل في الكواليتي العالي. تمام. انت هتفرق كتير مع عميلك. ما تشتغلش زي الناس كتير. تمام. اللي بيشتغل كتير ممكن تكون قاعده العملاء بتاعتك ماشي مقبوله، بس انت زيك زي غيرك. ميزت بايه؟ ليه انا كعميل هاجي اديك فلوسي؟ ليه انا هشتري من عندك؟ ليه؟ اشمعنى انت؟ بالظبط. لازم تقدم تبقى حاجه تبقى مميزه نفسها. تمام. اشتغل دايما في المميز. كل ما بتبقى انت بتقدم حاجه كويسه العميل بيقدر. على فكره مفيش عميل النهارده مش فاهم، تبقى واضحه الامور بالنسبه له. العين بتقيس. حتى العميل اللي ما عندوش خبره عينه بتقيس. تمام. بتقيم الحاجه. طيب شايف حضرتك ازاي نطلع من نطاق للعميل نفسه؟ ازاي اخليه يبعد شويه عن حته الفئه السعريه ديت وندور؟ هو طبعا في ناس كتير بتدور على الامور دي. ما يثق فيك. بس ازاي بقى ننهي اللي هي الظاهره اللي هي بتاعت الحاجه كلها متاحه؟ انا ينفع اديك حاجه واقول لك دي كويسه وبعد كده تتكسر منك؟ هتثق فيا؟ اكيد لا. الثقه في ثقه؟ خلاص. طب انا لما اديك الحاجه دي واقول لك دي كويسه وانت تلاقيها كويسه، لما اجي اديك حاجه ثانيه هتعمل ايه؟ مش هتتكلم، مش هتقول هي كويسه ولا مش كويسه، هتاخدها على طول. خلاص هي خدمه تبقى واضحه نفسها. الثقه. الاسامي الكبيره بقت اسامي كبيره عشان هي بتقدم الثقه. بس كل بساطه. طيب حضرتك حابب تقدم ايه او نصيحه لراجل الاخصائي اللي واقف في المحل؟ تصدق نفسك. لما تصدق نفسك هتعمل اي حاجه. صدق نفسك ان انت بتعمل حاجه كبيره مش حاجه هايفه. انت بتعمل مهنه عيون. انت بتتكلم في ايه يعني؟ مش كل حاجه غاليه طبعا، بس انت بتشتغل في حاجه قيمه. عظم القيمه دي. اي مجال في الدنيا قوته بتيجي من الاشخاص اللي بيديروه. الاشخاص اقوياء بيحافظوا عليه، بيعظموا المجال. هو ده المهم. تمام. لكن لما انا ما اصدقش نفسي احس ان انا بشتغل شغل وخلاص وبعمل اي حاجه وخلاص، بيقدم اي بعمل وظيفه عشان اكسب منها فلوس وبس. انت مش هتحترم، مش هتحط مبادئ لنفسك، مش هتحط رولز. بتقع كتير. طب انت بتقع كتير ليه؟ ما انتش عارف، عشان انت مش حاطط قواعد. ما فيش قاعده ثابته للامور دي. طيب بالنسبه للعميل السيلفر، اكتر حاجه سيلفر مركزه عليها ايه؟ احنا الحمد لله دلوقتي مركزين في المعادن، ويعني من الخامات اللي نجحت معانا ككواليتي الفينش الاخير ده في الكولكشن اللي فات كانت من الحاجات الناجحه جدا. احنا بنقدر نقيس ده.
انتشاره سحبه. المناطق يعني احنا عندنا مناطق خضراء ومناطق حمراء بالظبط. يعني انا اللي كنت لسه اسال حضرتك عليه. بص انا عندي كده خريطه مصر كلها. اه تمام. فعارف فين المناطق الخضراء بتاعتي وفين المناطق الصفراء وفين المناطق اللي مفيش انتشار فيها. تمام. وعارف فين المناطق الحمراء بتاعتي. تمام. انا لما احنا يعني احنا شركه الرؤيه استاذ نصر كان صراحه دايما يقول لي ايه، يقول لي انت معاك احسن حاجه اشتغل كده. تمام. فبدخل بالاحساس ده مصدق ان انا معايا احسن حاجه. تمام. بلاقي العميل فعلا بيصدق ان هي احسن حاجه. فاللي بيشتري نفسه بتتنقل له الحاجه دي. تمام. شوف هتصدق نفسك هتعمل اي حاجه في الدنيا. هتصدق نفسك ان انت احسن مذيع هتبقى احسن مذيع. هتصدق نفسك ان انت هتبقى احسن اخصائي هتبقى احسن اخصائي. انت عايز تبقى ايه؟ وانت هتعمل نفسك من خلال نفسك. تمام. طيب انت حضرتك دخلتنا الحته كويسه جدا اللي هي في مناطق خضراء بالنسبه لنا الكوليكشن بيبقى مطلوب فيها، في مناطق لسه الكوليكشن بتاعنا ما وصلش فيها. ازاي بقى بتقدر حضرتك تنقل الخطوه ديت او تنقل للنقطه ان احنا نوصل الخدمه بتاعتنا بصوره كامله؟ يعني طريقه الاتصال نفسها. القصه ما بتتحسبش كده. القصه بتتحسب المناطق دي حجم الانتشار فيها مستوى ايه. تمام. يعني عدد المحلات فيه. طيب انا احنا لما بندخل بندي موردين، يعني احنا ليه مورد في كل بلد. تمام. تمام. حتى العميل الاند يوزر بتاعنا بنوجهه للمورد ده. ما بنحبش ان احنا يكون عندنا اكتر من مصادر. ليه؟ انا بركز معاك بميزك، انت بتنجح انت بتكسب انا بكسب بعد كده. بالظبط. تمام. ليه؟ النهارده انت بعت دول هتبيع بكره اكتر، هتبيع بعده اكتر، هتبيع بعده اكتر. طب انت بتتميز. طب انا ليه اضرك؟ ليه اعمل انتشار في حتت ليك وانا عايزك تبقى كويس؟ ده المناطق ساعات الخضراء بالنسبه لي هي الاعظم مش الحمر. ايوه تمام. هو الميزه في الرؤيه كمان حته الكلاسيك ديت قليله شويه، يعني كله بيدور دلوقتي على الحاجات اللي هي المرنه تبقى خفيفه جدا. فانت حضرتك موفر عامل توازن ما بين الاثنين كده. معظم الشغل اللي هو الكوبي بيدور دايما على المطرقع. ايوه بالظبط. صح؟ طيب لو انا دخلت في وسطه ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ خلاص كله بقى شبه بعضه. انا لازم ابعد تماما عنه واجيب الموديل اللي هو مش عنده. يعني احنا دايما حتى في الشركه بنقول لهم يا جماعه احنا عايزين الموديلات اللي ما دخلتش الكوبي. تمام. عايزين احدث حاجه، هو ده اللي بيبقى تركيزنا الاول والاخير. ليه؟ انت بخليك تشوف حاجه قيمه قدامك، مش حاجه فيها لعب كتير ما فيهاش كواليتي تكسر منك على طول. طب انا كده ضيعت لك فلوسك. تمام. وبضيع اسم المحل اللي انا بتعامل معاه. طب انا كسبت ايه وهو كسب ايه والعميل كسب ايه؟ لازم تدور على الربحيه بتاعت كل الاطراف. انت اليد الاولى. تمام. تشوف ربحيه كل الناس اللي بعدك لحد اخر مرحله هيكسب ايه. هو بيشتري منتج عشان يشتري فايده يلبسها يشوف بيها وخدمه بالنسبه له، لان عندي حاجه مهمه. بالظبط. انا ما ينفعش ان انا ابيع لك حاجه مش كويسه تنكسر منك، يبقى انا كده مش ببيع مش بشتغل بنصب. صح. تمام. لا لازم اديك حاجه، والحاجه دي لو حصل فيها اي مشكله ابقى انا حاطط نفسي مكانك، انت دفعت فلوس لازم تاخد مقابلها. تمام. الميزه كمان في الرؤيه اللي عجباني اللي هي بدايتها كمان من دول عربيه بعد كده مصر. مواصفات الخليج دي مواصفات عاليه. بالظبط. انا عايز اوصل بقى للساده المشاهدين، لان في ناس كتير بتشكك في السوق البصري في مصر. يعني الانتشار موجود مثلا على الرصيف، موجود محل، موجود الكلام ده كله. العميل فاهم. تمام. العميل فاهم. السوق البصري هو اللي مش فاهم. العميل فاهم، هو عارف لما بيحب يجيب ايه بيروح فين. تمام. ولما بيجيب ايه بيروح فين. العميل فاهم، انت اللي مش فاهم. مش حضرتك طبعا. ايوه انا فاهم. لا في ناس فعلا خدمه بالنسبه له، يعني يشوف مثلا نظاره موجوده هنا او موجوده بيعتقد ان كل واحد. بالظبط. طيب لازم انا افهمه ده. طب محلات الملابس مش كده، مش كل واحد. تمام. مش في الخامات بتفرق. العميل بيقدر يقيس الخامه. صح. مظبوط. يمسك كده القماشه كده ويبص الخامه كده يقول لك دي خامه كويسه دي خامه مش كويسه. هو مش بتاع ملابس على فكره. صح. برضه بيمسك النظاره بيعمل ده. بالزبط. بس انت ما بتبقاش عارف. انت مفكر نفسك اذكى. لا صح. هو اذكى. انا مبسوط طبعا باللقاء مع حضرتك طبعا. والوقت على طول بيضيع على طول. انا سعيد جدا. انا عايز بس رساله من الرؤيه كده
للسوق البصري عموما؟ احنا دايما بنبقى هدفنا مش ان احنا نربح، طبعا هو هدفنا كلنا الربحيه، تمام، بس مش هدفنا ان احنا نربح الاول. لا، انا عايزك انت تربح الاول وانا بعد كده ابني معاك، تمام. واحنا دايما بنبقى واقفين مع العملاء بتاعتنا، ان احنا ما بنتعاملش مع العملاء المحترمين جدا، الناس كلها محترمه، بس اللي بيفهم ان اللي عايز يقدم منتج قوي، منتج متميز بيه، مدارس بالظبط، تختلف من هنا لهنا، مدارس، كل واحد بيشتغل في مدرسه بالظبط، انت عليك ان انت تصلح وتقول له المدرسه الصح ايه، لان انت شفت كل المدارس بالظبط، سمع الكلام ماشي، ما سمعش هيفضل زي ما هو. انت قامه يعني، كلنا بنتعلم من حضرتك جدا يعني. الله يخليك، انا سعيد باللقاء مع حضرتك جدا النهارده. انا اسعد وان شاء الله يتكرر كتير، لان احنا كاستفاده من حضرتك انت حاجه ممتازه بالنسبه لنا. متشكر، فانا شاكر لحضرتك جدا على اللقاء النهارده. متشكر ومتشكر لكل المشاهدين بجد، يعني ان انا سعدت باللقاء الجميل ده. تسلم. خلونا نطلع فاصل بسيط كده ونرجع تاني مع بعض. فاصل ونرجع.